وللوقوف أكثر عن تطورات الموقف في العراق بعد الضربة الإسرائيلية لإيران والمزايدات التي صاحبت الضربة من قبل بعض الميليشيات التي تصف نفسها بالمقاومة، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان. مرحبا بك معنا. أهلا بك ومشاهديكم الأكارم أخي الفاضل. أستاذ عبد الله، السوداني يؤكد أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة، وفي الوقت نفسه تتعالى أصوات الميليشيات بضرورة الرد. هل فعلا هناك استقلال للموقف في الحكومة وفي الدولة العراقية؟ مستغرب هذا التصريح من السوداني الذي هو يعرف تماما تشكيلة وواقع النظام السياسي المحاصصة. فهذه المحاصصة هي أفقدت رئيس الوزراء وأفقدت كل القوى السياسية التي تحكم البلد بإصدار قرار مهم كالحرب والسلم أو أي مواقف أخرى مشتركة للحكومة. فالحكومة اليوم تفقد الإمكانية اتخاذ مثل هذا القرار، وهو يدرك هذا وهو يعيشها، لأنه هو الذي جاءت به إحدى هذه الكتل إلى السلطة، وهو المحكوم إلى سياساته. أما كرئيس وزراء يصرح يعني بهكذا تصريح، يعني حقيقة تصريح غير سليم وغير واقعي، لأنه هو يعيش هذه المعاناة اليومية معهم، هم الذين قالوا عليه أنه مجرد مدير عام. فبالتالي يعني طبيعة النظام لا تسمح لرئيس الوزراء أن يتخذ أي قرار مفصلي وأساسي سياسي كان أو عسكري في العراق، لأنه الميليشيات هي صاحبة القرار اليوم الأقوى في ضمن هذه التشكيلة المحاصصاتية. نعم، كيف تفهم هذه العلاقة أو كيف نفهمها أستاذ عبد الله بين الميليشيات وبين الحكومة؟ الحكومة تطالب بالرد وهي في الواقع لا ترد، تطالب بالرد من من؟ يعني أن يسمح لها بالرد أم تطالب الحكومة أن ترد؟ كيف تفهم هذه العلاقة؟ أبدا، العلاقة واضحة للعيان، لأنه هم يدعون أنه المقاومة ويدعون أنه عندهم قدرة لضرب الكيان وغير هاي المسائل والشعارات المعلنة، وبنفس الوقت يدعون السوداني إلى اتخاذ قرارات رسمية على أنه العراق ليس له يعني القرار السلم والحرب بيد الدولة. فبالتالي هذا هو التنسيق وليس التناقض فيما بينهم. هو للظاهر يفهمه الناس أنه تناقض ما بين الحكومة وما بين الفصائل، لكنه بالحقيقة هو التنسيق، أنه الدور هذا الذي يقوم به السوداني للتغطية على أعمالهم والحفاظ على وجودهم في السلطة ومصالحهم الشخصية. فبالتالي هذا هو طريقة الفهم السياسي لهذه العلاقة، ليست معقدة بالحقيقة، هي التركيبة هذه التي أنشأتها النظام السياسي من 2003 إلى اليوم. نعم، وبالتالي نحن أمام وقائع جديدة. يعني على سبيل المثال ما ذكره واثق البطاط باتهامه لإيران بأنها تمنع ما سماه محور المقاومة من إزالة إسرائيل، ولا أعرف مدى يعني إمكانية هذا الأمر في الحقيقة، لكن هل هناك بالفعل يعني شيء من هذا النوع؟ هذا التصريح ويعني حقيقة فضح وتأكيد على أن هذه الميليشيات يدها بيد الحرس الثوري الإيراني وليست مستقلة كما تدعي، أو كما ويتناقض هذا التصريح مع ادعاءات السلطة بأنها لها استقلالية في الموقف السياسي من أي قضية إقليمية أو وطنية. فبالتالي إمكانية إزالة إسرائيل على يد إيران يعني أمر حقيقة مضحك جدا، يعني مش ليس من المعقول من يشتم صلاح الدين يحرر القدس، يعني هذا أمر لا يقبله عاقل، يعني لا يقبله عاقل لا بالواقع السياسي ولا في المنطق الأخلاقي أيضا. فبالتالي أنه تصريحاتهم هذه وادعاءاتهم هي عملية تسويق سياسي لوجودهم ومحاولة كسب وإحراج السلطة أكثر لمصالحهم وشعاراتهم. هم أصحاب أجندة سياسية ولهم مصالح اقتصادية هائلة يحافظون عليها، وأما هذه الشعارات فهي المساحة التي يتحركون بها شعبيا على أساس أنه يستغلون التعاطف الثابت للعراقيين مع القضية الفلسطينية. أما تحرير القدس فصار لهم يعني 40 سنة النظام موجود في إيران،
بدل ما يروح القدس يروح على طرق متعددة أخرى مذكورة ومعروفة للجميع أين يذهب. أما القدس وفلسطين وتحريرها على يد إيران فيعني حقيقة شيء يناقضه الواقع وتصرفات إيران التي تثير الفوضى في كل المناطق العربية، وطموحها السياسي هو استغلال هذه الشعارات لتحقيق مكاسب استراتيجية بالمنطقة. نعم، مسألة السيادة التي تتحدث عنها لجنة الدفاع البرلمانية ردا على استخدام إسرائيل أجواء العراق، كيف يمكن للحكومة وللعراق بشكل عام أن يحافظ على سيادته بالفعل ويمنع الأجواء من الاختراق؟ مسألة السيادة يعني لها يعني شقين، الشق السياسي والشق الفني. الشق السياسي سيادة العراق وكيانه كدولة انتهى من عام 2003 وهذا معروف، يعني ليس بجديد، ولو كل الوقائع تؤكد ذلك. ومن الجانب الفني الجانب الأمريكي قام بتدمير كل الدفاعات العراقية الذي تحافظ على سيادة الجو العراقي وحطمتها، وبالتالي فككت بعد الاحتلال فككت بقاياه ولم يعني تعمل على إعادة هذه التشكيلة. وليس بوارد السلطة أن تقدم على هذه، لأنه السلطة يعني ضعيفة أمام الإرادة الأمريكية في هذا المجال، خصوصا في خصوص المجال الجوي، لأنه يعتبر أيضا جزء من السيادة العراقية التي ألغيت أساسا وليست منقوصة من 2003 إلى اليوم. اليوم لا يستطيع لا رئيس دولة ولا أي شخص يتصرف وفق سيادة كدولة صاحبة سيادة على الأرض العراقية، لا يستطيع أن يعني يتعامل مع إيران بشكل سيادي ولا مع أمريكا ولا مع أي دولة إقليمية أخرى، لأن هذه المجموعة التي تحكم كل مجموعة تابعة إلى مجموعة إقليمية أخرى داخل العراق، ده هي تعيش العراق ولكنها ولاءاتها دائما إلى منطقة الإقليم، ناس لإيران وناس لدول أخرى وأمريكا ودول أخرى. فبالتالي لا يوجد موضوع السيادة وموضوع يعني موضوع الفضاء وموضوع السماء العراقية وسيادتها، هذا أمر منقوص وملغي من عام 2003 إلى اليوم. إذن هذا يتناقض مع يعني مواقف السوداني، صمته وخضوعه للإرادة الأمريكية، ويعني وكما يقول دائما أن مصلحة العراق فوق كل شيء، لكن أين المصلحة في يعني دخول الأجواء العراقية وبالتالي استخدامها من قبل إسرائيل وما يمثله من ذلك من اختراق للسيادة؟ على أي حال، ننتقل لما قاله أيضا عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الذي صرح بأن إسرائيل كانت تخطط لضرب بعض الأهداف منها مقار الحشد ولكن أمريكا منعتها من ذلك، لماذا باعتقادك؟ أمريكا تريد جعل العراق وبالاتفاق مع إيران منطقة ذات استقرار لمصالحهم وليست استقرار داخل العراق، وإنما استقرار لمصالحهم. فبالتالي تحافظ يعني أمريكا على القوى السياسية الموجودة، حتى أصحاب الميليشيات تعتبرها قوة نافذة مؤثرة على الواقع السياسي العراقي، فبالتالي لا تريد يعني أن تجعل من الوضع السياسي العراقي ضعيف بحيث تشيل يعني تزيل قسم من هذه القوى وتضع النظام السياسي في كف عفريت. فبالتالي هي تحافظ على النظام السياسي من رفض يعني من التعاون مع إسرائيل في عدم ضرب هذه القوى التي هي تابعة. أما التصريحات السوداني فهو باتفاق مع الإطار أن يصرح بهذه الطريقة ويتعاون مع الأمريكان ضمنا بموافقة الإطار التنسيقي بالذات وبشخوصه المعروفة أصحاب المليارات، حفاظا على ملياراتهم ومصالحهم الشخصية والسياسية، أيضا بتنسيق إيراني أنه العراق يجب أن يبقى القاعدة الإيرانية الهادئة التي تحقق من خلالها مصالحها الاستراتيجية والنفوذ إلى سوريا والنفوذ إلى المناطق العربية الأخرى. وبالتالي أمريكا تخضع وتعرف أن هذه الموازنات يجب أن تكون، ولذلك تضغط على إسرائيل ولا وترفض أن
يتم المساس بهذه القوة، وهذا تصريح صحيح وواقعي، والأمريكان رفضوا تماما المس بأي ميليشيا عراقية داخل العراق إلا يمكن إلا التي موجودة في سوريا، وبالتالي هذه التهديد أقرب إلى الكيان الصهيوني. أما إلى فيما موجود داخل العراق فهو ضمن القوى والتوازنات السياسية التي تسعى أمريكا للحفاظ عليها، للحفاظ على هذا النظام السياسي التي أقامته من عام 2003 لحد اليوم. نعم أستاذ عبد الله، أخيرا فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني مؤخرا، الرئيس الإيراني قال بأن بلاده لا تسعى للحرب، وطالب بعدم تضخيم الضربة الإسرائيلية وعدم التقليل منها في نفس الوقت. كيف يمكن قراءة هذا الموقف الإسرائيلي الإيراني عفوا من الردود الإسرائيلية، وهل تتوقع أن ترد طهران مرة جديدة؟ التصريحات الإيرانية والتخفيف من وطأة الضربة أو فعلا قد يكون هي الضربة فعلا غير قوية بالاتفاق، لأن 3 أسابيع يتفاوضون على الأماكن التي يتنضربها، إلا أنه تعتبر هي مناورة إيرانية دائما، لأنه إيران لا تريد أن تدخل بحرب مفتوحة مع أي قوى أخرى، لأنها لم تحلم في حياتها وفي تاريخها الحديث أن تحقق هذه المكاسب السياسية الكبرى في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ولا غير مستعدة أن تخوض حربا لخسارة هذه المكاسب. فبالتالي هذه المناورة حتى لو أرادت، يعني احتمالية الرد يعني قد تكون موجودة، لكن أيضا بالاتفاق السابق القديم مع أمريكا بتحديد بعض الأهداف وبعض المناطق التي يتم الرد عليها، فبالتالي هذه هي العملية السياسية التي تريدها إيران من خلال هذا الموقف المتأرجح والمناور بالموقف وتخفيف الضربة وزيادتها حسب المزاج الإيراني، لأن هي رسائل داخلية إلى الشعب الإيراني أكثر مما هو رسائل إلى أمريكا وإلى العالم، وهو التنسيق بقوة إيران الإقليمية أن تبقى هكذا في المنطقة بموافقة أمريكية، على شرط أن لا يأخذهم الموقف لصراع المباشر أو في صراع مفتوح أكثر، لأن أمريكا وإسرائيل وإيران يعني متفقين تماماً أن إسرائيل من حقها أن تبيد الشعب الفلسطيني في غزة وبالتالي تحقق أهدافها، وبالتالي عند ذاك ستكون الأمور ستستقر المنطقة في وجهة نظرهم جميعاً. نعم أشكرك جزيلاً الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان، كنت معنا بسكايب من كوبنهاجن.